منذ أكثر من 7 عقود لم تتخلى مصر عن دورها الداعم للقضية الفلسطينية، وهو ما ظهر جليا في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. فمنذ اللحظة الأولى من انفجار شرارة الحرب تحركت مصر من أجل وقف إطلاق النار في غزة وتدفق المساعدات بشكل مستدام واحترام القانون الإنساني. ولدورها المحوري في القضية الفلسطينية كثفت القاهرة اتصالاتها العربية والدولية، كما استقبلت مصر رؤساء ومسؤولين عرب ودوليين لبحث وقف التصعيد العسكري في القطاع. وخلال هذه اللقاءات دعا الرئيس السيسي الى وقف فوري لإطلاق النار حقنا لدماء الفلسطينيين، واكد رفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب اي من دول الجوار. وسارعت مصر بعقد أول قمة دولية للسلام لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه المأساة الإنسانية في غزة وإنفاذ المساعدات إلى القطاع المحاصر والدعوة إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى المسار السياسي. وخلال كلمته في القمة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى أراضي سيناء. وخلال مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية حذر من مغبة اتساع رقعة الصراع ما لم يطلع المجتمع الدولي بدوره لإيقاف نزيف الدماء الفلسطينية. وعلى الصعيد الإنساني لم تغلق مصر معبر رفح البري في أي لحظة، ونسقت مع الأطراف المعنية لإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة رغم تعنت الجانب الإسرائيلي الذي عمد إلى قصف المعبر من الجانب الفلسطيني. واستقبلت الجرحى الفلسطينيين والأطفال المبتسرين، كما فتحت مصر مطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع المحاصرين. بالتأكيد من الثوابت المصرية هو الوقف الفوري الشامل والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهالي والأشقاء في قطاع غزة بما يفي بمتطلباتهم وبشكل بالتأكيد اللي يتسم بالكفاية والكفاءة في إيصال هذه المساعدات. دور تاريخي، احتضان تاريخي مصري للقضية الفلسطينية بيترجم من خلال كثير من التصرفات والإجراءات اللي تتخذها الدولة المصرية، الحرص ربما على أن تكون مصر أيضا حائط صد لمخطط التهجير وردود بليغة بيترجمها الواقع لأي ما يثير الجانب الإسرائيلي من مغالطات أيضا فيما يتعلق بما يقدم عبر المعبر من مساعدات حقيقية، وقد تكون يعني بما يمثل ثلثي المساعدات اللي بتوجه بشكل عام إلى الأشقاء في فلسطين. معي ومعكم في هذا اللقاء وهذه الوقفة الحوارية أستاذ العزب الطيب الطاهر الكاتب الصحفي بالأهرام، أهلا بحضرتك. أهلا بكم مشاهديك. بالتأكيد يعني في دلالة للتوقيت اللي بنعيشه الآن بعد ما واجهته القضية الفلسطينية على مدار يعني كثير من محطاتها المهمة والتاريخية، بعد ما يعني بدأت هذه الهجمة الإسرائيلية الشرسة والمكحفة بحق الفلسطينيين، هذا الاجتياح الغاشم لقطاع غزة وهذه المعركة المستمرة واللي فيه إصرار من الجانب الإسرائيلي على إطالة أمد هذه الحرب في قطاع غزة، ماذا تقولون كبداية؟ ما يقوم به الكيان الصهيوني مدعوما للأسف من الدول الكبرى في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، غيرها، حتى الهند التي كنا نظنها يوم ما صديقة العرب انضمت إلى خندق المعادين العرب والمساندة للكيان الصهيوني. هذه الحرب التي يطلق عليها بالأحرى حرب إبادة وليست مجرد عدوان، حرب إبادة بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة، مستمرة. واليوم تقريبا 113 منذ 7 أكتوبر، استخدم فيها جيش الاحتلال كل ما لديه من أسلحة فتاكة قادمة لطويها من مخازن أسلحة في أمريكا أو من بعض، للأسف من بعض قواعدها في المنطقة. وأبيد أكثر حتى هذا اللحظة العدد يقترب من 27,000 فلسطيني استشهدوا، أكثر من 65,000
أصيبوا، غير آلاف المفقودين الذين لم يتم حصرهم، غير تدمير الممنهج في كل قطاعات غزة. وطبقا لتقييمات الأمم المتحدة ومنظمات الإنسانية، القطاع أصبح أو القطاع لم يعد مكانا قابلا للحياة بالمعنى البسيط للحياة. رأينا الآن ما يقرب من 2 مليون فلسطيني في رفح يعيشون في الخيام والعراء، يتساقط عليهم المطر والبرودة الشديدة في هذه الأيام، والكيان الصهيوني يمنع وصول المساعدات على النحو المطلوب. ثم كما ذكرت أنت في مقدمتك، يتهم مصر بأنها تفتح معبر رفح، بينما مصر فتحت هذا المعبر منذ اليوم الأول للعدوان، لكن الكيان هو الذي يعرقل وصول الشاحنات الإغاثة بفعل أنه يقوم بتفتيشها، يخشى من أن تكون تحمل أسلحة كما يزعم لحركة حماس أو المقاومة. وكل هذه وجوه من أوجه التعنت التي يمارسها الاحتلال. أو هناك حالة من التصعيد على أكثر من جبهة، وربما أخيرا وليس أخيرا الهجمات التي تعرضت لها القواعد العسكرية الأمريكية في الأردن وسوريا، يعني قراءتكم دلالات التوقيت، ويعني ما الذي ينتظر المنطقة يعني في ضوء هذه المعطيات؟ لاحظ أن القيادة المصرية منذ اليوم الأول لاندلاع على عدوان الصهيوني على، أو بالأحرى كما دائما أقول، حرب الإبادة شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، حذرت من التمدد الصراع إقليميا. كان ذلك يعني في الأيام الأولى وربما في الساعات الأولى من هذا العدوان، ولكن الكيان هو المصدر الرئيس لانطلاق أو لتمدد هذا العدوان، ثم مشاركة أطراف إقليمية في هذا العدوان. رأينا يعني الجماعة الحوثيين تشارك وبإطلاق صواريخ باليستية وتهاجم السفن الأمريكية والبريطانية وغيرها التي تقوم بالتعامل مع الكيان الصهيوني، ثم رأينا تنظيمات في العراق، ثم رأينا حزب الله في الجبهة اللبنانية، وأيضا بالأمس وقعت واقعة لها دلالة كبيرة، وهي الهجوم على قاعدة أمريكية على الحدود الأردنية السورية، نتج عنها قتل 3 من الأمريكيين، وهو الذي أقض مضاجع الأمريكيين، وجعلهم الآن يفكرون في توجيه ضربات لإيران داخل لمواقع هذه التنظيمات كما يظنون، والتي تعمل وفق توصيفهم كوكلاء لإيران، ضرب مواقعهم داخل إيران. ورأينا اجتماعات عسكرية في البنتاجون، ورأينا حتى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي قبل قليل يتكلم فيه عن هذا الموضوع. ومن ثم تمدد الصراع إقليميا هو خطر دائم على المنطقة، المسؤول أساسي عنه البنتاجون هو يعني يحمل المسؤولية في يعني هذه الضربات أو في موجات الهجوم هذه إلى كتائب حزب الله. يعني أيا كانت بصمة من يعني يكون ربما على السطح هو المسؤول، لمن بحق توجه إليهم أصابع الاتهام لمتابعتكم؟ يعني أنا تقديري الشخصي كمراقب، أصابع الاتهام توجه للكيان الصهيوني الذي هو بادر بشن الحرب على قطاع غزة، واستخدم أسوأ يعني قام باستخدام كما ذكرت كل ما لديه من ترسانة عسكرية، ضرب مدنيين عزل. ومن ثم لابد أن تكون هناك ردة فعل، حتى لم تكن من دول ولكنها من جماعات وميليشيات وتنظيمات، وبالتالي هذا هو الخطر. قد هذه التنظيمات التي رأيناها تتمدد في توجيه ضربات لأهداف صهيونية وأهداف أيضا أمريكية كما حدث في الأردن بالأمس، وفي سوريا كما حدث قبل فترة، ويحدث ربما قاعدة النتف في سوريا وغيرها من القواعد، كل ذلك يؤشر إلى الكيان الصهيوني هو المسؤول الأول عن تمدد الصراع على هذا النحو. والمعضلة أنه في حال قامت القوات الأمريكية بضرب أو بتهجير ضربات إلى الداخل الإيراني، إيران بالضرورة سوف تقوم بالرد، يعني لن تسكت، ومن ثم سواء بشكل مباشر منها أو من أزرعها في المنطقة، وأزرعها كثيرة كما نرى في لبنان، في سوريا، في العراق، في اليمن، في غيرها من المناطق العربية. وبالتالي يمكن ذلك أن يضيف مزيدا من الأعباء على الاستقرار الإقليمي، وقد الأمور تخرج عن إطار السيطرة. هي دي الفكرة يعني دكتور عزب، يعني في نهاية المطاف نحن ندور في دائرة مفرغة من الفعل ورد الفعل،
يعني ما الذي نحن مقبلون عليه؟ كيف يمكن أن يكون يعني ذلك إلى توسيع لدائرة البداية التوكي. على الكيان الصهيوني وعلى أمريكا أن يوقف هذا العدوان على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية كذلك، هي نقطة البداية. دون ذلك لن نجد، سوف تتوسع ردود الفعل ضد الكيان الصهيوني وضد الأهداف الأمريكية. هذه قاعدة، يعني الفعل له ردة فعل، ومن ثم نبدأ بنقطة الانطلاق، وهي أن يبادر الكيان الصهيوني بوقف القتال. لماذا لا يستجيب لوقف القتال؟ خاصة أنه لم يحقق أي هدف من أهدافه التي أعلنها نتنياهو عندما أعلن حربه المدمرة والمستعرة على قطاع غزة، وهما محو حماس من الوجود، ثم إطلاق سراح ما يسمى بالرهائن أو بالأسرى الإسرائيليين. ولم ينجح حتى هذه اللحظة إلا عبر التفاوض مع حماس، سواء في المرة الأولى واليوم جاءت تقارير من باريس أن هناك اجتماع لممثلين لأجهزة استخبارات في مصر والأردن ومصر والكيان الصهيوني وأمريكا وقطر، وتم التوافق على يعني اتفاق مبدئي لهدنة جديدة قد تمتد إلى 45 يوما يتم خلالها إطلاق سراح الأسرى، عدد من الأسرى الإسرائيليين يقدروا ب 35 مقابل 100 أو 200 أسير فلسطيني مقابل كل أسير صهيوني. إذن الدلالة في ذلك أن نتنياهو لم يحقق هدف إطلاق سراح أسراه إلا عبر التفاوض، وهذا درس بالغ له، أن حربه وأسلحته والدعم الذي تلقاه من أمريكا ومن غيرها من دول أوروبية لم يفدي إلى أن يحقق أهدافه العسكرية الواضحة الملامح. وبالتالي هو كما يقول معظم الخبراء، هل يعي هذه الرسالة؟ هو يعي، هو يستفيد من الدروس الماضية. لا هو نتنياهو لا يستفيد. نتنياهو لديه الآن فكرة مركزة في أنه لابد أن يستمر في هذه الحرب، لأنها تحقق له باعتراف يعني باعتراف دوائر أمريكية أنه يريد هذه الحرب حتى يبقى في منصبه السياسي ولا يتعرض للمحاكمة، ليس بفعل قضايا الفساد السابقة ولكن بفعل فشله الاستخباراتي والمعلوماتي بل والعسكري في التصدي. كثير بيشوفون أن عدم بقائه هي مسألة محسومة، يعني لماذا هذا الإصرار على إطالة عمد الحرب رغم الإخفاق الإسرائيلي الواضح؟ أنا يعني هذه قناعة لدى الكثير من المراقبين، حتى من الأطراف التي تشكل يعني شراكة مع نتنياهو في الحرب على غزة، يقولون أن نتنياهو هدف الرئيسي من الاستمرار في هذا الحرب وعلى هذا النحو من الضراوة أنه يحافظ على مستقبل السياسي، المستقبل السياسي بات مرهونا بهذا الحرب. لو انتهت هذا الحرب سيسقط نتنياهو على الفور، سيسقط إما في نتيجة ضغوط من الداخل من المعارضة، وهي تمارس الضغوط بشكل قوي مدعومة من عائلات الأسرى أو المحتجزين لدى حماس، ثم الفشل الاستخباراتي وكما ذكرت والعسكري في التصدي لفصائل المقاومة يوم في 7 أكتوبر، ذلك نقطة سوداء في تاريخه وتاريخ المؤسسة العسكرية الصهيونية. وسيحاكم كل هؤلاء بما فيهم وزير الدفاع جالنت وغيره من المسؤولين ورئيس الأركان وغيرهم، لأنهم فشلوا فشل ذريع في هذه العملية، ثم فشل آخر في تحقيق أهداف الحرب كما ذكرت. لم يقضوا على حماس، بل اليوم حماس وفي تحدي واضح لنتنياهو، وحتى أمريكا أطلقت صواريخ على تل أبيب، وهذه رسالة واضحة أن حماس بالرغم على رغم مضي اقتربت الحرب من 4 أشهر ما زالت تقاوم وتمتلك القدرة على التصدي لهذا العدوان. وفق معلوماتي التي من خلال متابعتي، حماس مستعدة للاستمرار في هذه المواجهة لمدة تزيد عن عام، وهو مستعد لذلك جدا، ولكن غطرس القوة التي يؤمن بها نتنياهو وأركان حكمه تجعلهم يستمرون في هذه الحرب دون أن يتمكنوا من تحقيق أي هدف من أهدافهم، رغم كل ما حصلوا عليه من دعم ومساندة عسكرية وسياسية وإعلامية من أمريكا والغرب. يعني لاحظ أن الإعلام الغربي في أغلبه وإن كان حدث تحول بسيط ما زال يعتمد على السردية الصهيونية والرواية الصهيونية، ولا يهتم كثيرا بالسردية والرواية الفلسطينية أو العربية، ومن ثم هذا الكيان مستمر في هذه الحرب
والعنصر الأساسي في هذه المواجهة هو صمود الشعب الفلسطيني بكل قوة وبكل فصائل المقاومة، ثم أن يحقق الشعب الفلسطيني في هذه اللحظات أو في هذه المرحلة الخطيرة المصالحة الوطنية الحقيقية حتى يستعد لمرحلة ما بعد انتهاء الحرب، وهي باتت قريبة بإذن الله. مرحلة ما بعد الحرب، إسرائيل نفسها هي التي تطرح لها سيناريوهات، وبالتأكيد على رأس قائمة الأجندة الإسرائيلية التي لن يعني تراوح مكانها أبدا هي التهجير القسري، حتى وإن كانت مصر وقفت كحائط صد أمام هذا المخطط إلا أنه يبقى في المخيلة يعني الإسرائيلية على الدوام. لكن قبل ما نخوض في هذه الجزئية، أين تقف الولايات المتحدة من كل هذا حاليا؟ هل هي على عهدها مع إسرائيل كضوء أخضر كداعم لها في انتهاكاتها السافرة وهجومها الوحشي على قطاع غزة؟ هل نلمس بعض التغير؟ هل يكون هناك تضارب في المصالح ربما يحسن استثماره من جانب الفلسطينيين والعرب والعالم الإسلامي بشكل عام؟ للأسف على الرغم كل ما يبدو من تناقضات بين رؤية نتنياهو ورؤية الرئيس الأمريكي بايدن كما جرى في الآونة الأخيرة، يعني آخر اتصال تليفوني بينهما أظن في 19 يناير الحالي، الرئيس الأمريكي أغلق الهاتف في وجه نتنياهو نتيجة أنه لم يستمع لبعض نقول نصائحه، وليست ضغوطه ولا يمارس الضغوط، لكن ينصح بي أولا يعني يكون القتل في غزة بدرجة أقل مما يحدث، لأنه ذلك حتى لا يثير غضب الرأي العام داخل أمريكا، وحتى وهنا مصلحة لبايدن نفسه، لأن بايدن تأثرت أسهمه الانتخابية في المعركة الانتخابية المقبلة على رئاسة أمريكا نتيجة المواقف التي تتبناها والداعمة بقوة وبشكل مطلق لكيان الصهيوني، وهناك كما نرى مظاهرات من رأي العام، لكن النصيحة والمطلب لا يرقيان إلى وقف إطلاق النار إطلاق. وحتى هذه اللحظة أود أن أكمل، تفضل. بايدن وأركان حكم ما فيهم بلينكن تحدث قبل قليل في المؤتمر الصحفي مع أمين عام حلف نيتو لا يوافقان على وقف إطلاق نار دائم، هذه حتى هذه اللحظة أتحدث فيها معكم، وهم يصرون على 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 التماهي مع نتنياهو في أهدافه بالقضاء على حماس. وطبعا لا نستطيع، حماس ليست مجرد قوات عسكرية ومجرد تنظيم، حماس فكرة داخل الشعب الفلسطيني وفكرة يعني بعد طوفان الأقصى أصبحت لها مساحة من التقدير والاحترام داخل الشعب وعنوان المقاومة. ثم الآن كل الفصائل الفلسطينية بما فيها فتح وسلطة وطنية داعمة لحماس في فعلها المقاومة، وأنا تابعت اليوم أحد تصريحات للمسؤولين داخل السلطة الوطنية أنهم يؤيدون أي فعل للمقاومة ما دام يقاوم ضد الاحتلال الصهيوني، وهذا حق مشروع وفق الاتفاقات الدولية التي يتحدثون عنها في واشنطن وفي نيويورك وفي باريس وفي لندن، ولكنهم لا يطبقونها بما فيها اتفاقيات حقوق الإنسان وقيم كثيرة تحدثون عنها في الغرب، لكن الأمر عندما يتعلق بالفلسطينيين والعرب هذه الاتفاقيات وهذه المنظومة القيمية يتم استبعادها تماما، بينما صارعوا عندما تعرض الإوكرانيين للغزو السوفيتي أو للعملية الخاصة بالأحرى التي قامت بها روسيا، صارعوا بتقديم كما ذكر وزير الدفاع اليوم بتقديم 75 مليار دولار لزيلينسكي وأركان حكمه، وبالأمس كشف النقاب عن فساد داخل الجيش الأوكراني في استخدام أموال التي أخيرا وسريعا جدا، هل تعولون على دعوة الجنوب إفريقية هذه الإحالة إلى محكمة العدل الدولية ارتكاب يعني إسرائيل؟ بالتأكيد أراهن عليك، سوى حققت جزءا كبيرا من أهدافها. المحكمة أصدرت حكما مكون من 6 إجراءات، ليس صحيح ليس من بينها وقف إطلاق فوري لإطلاق النار في غزة، لكن الإجراءات التي تتضمنها الحكم بالضرورة تقود إلى هذه الخطوة، من ضمنها إنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة والمحافظة على أرواح الأبرياء والمدنيين، ذلك لا يتحقق إلا بوقف إطلاق النار. وأنا أظن ربما موافقة الكيان الصهيوني على الانخراط في مفاوضات باريس
وثم الموافقة على فترة مدة تمتد إلى 45 يوما ثم الإطلاق، هو محاولة للتجاوب ضمنيا مع هذا. ويكفي يكفي أن إسرائيل وضعت لأول مرة في موضع الاتهام وفي موقف الدفاع عن نفسها. بالتأكيد. أشكر جزيل الشكر على تشريفك لنا في هذا اللقاء سيد العزب الطيب الطاهر الكاتب الصحفي بالأهرام، شكرا جزيلا لحضرتك. أشكرك كل مشاهدي. نبقى معكم مشاهدينا الكرام وقفتنا القادمة عن استضافة العاصمة الإيطالية روما لقمة إيطاليا وإفريقيا، وبالتأكيد الهدف كما يتضح هو إطلاق لمرحلة جديدة من التعاون ليس فقط بين الجانبين الإيطالي والإفريقي، لكن ربما حتى تحظى إفريقيا بحظها الذي تستحق أن ينظر إليها كشريك على قدم المساواة مع الجانب الغربي. هو لقاؤنا القادم فيما القاهرة، كونوا معنا.